طول عمرنا احنا متربيين هنا، وانا من صغري ومولود في القريه دي. شوارع ما طبعا ما فيش، مش عارفش يمشي فيها، صرف ما فيش صرف، طرق ما فيش طرق، حتى المدرسه هنا لها طريق برضو معدوم، والاولاد هنا بيروحوا المدرسه مش عارفين يوصلوا. فطبعا النهارده بدات المبادره تبدا، وبدا الرئيس الكريم عبد الفتاح السيسي يهتم بالقرى ويهتم بنا. بدات حياه كريمه بارسال مهندسين لاتخاذ الاجراءات اللازمه لانشاء مشروع او توسيع المبنى التعليمي في القريه. المبادره الطيبه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادره حياه كريمه. هذه المبادره قضت وستقضي ان شاء الله على هذه المشاكل بالكامل، وحاليا العمل موجود بالصرف الصحي في هذه القريه. بنشكر السيد الرئيس على هذه المبادره الطيبه. الصرف الصحي شفناه وزمان حضراتكم صورتوه، طبعا بيشتغلوا فيه على قدم وساق، وطبعا يعني كلها اشياء جميله. فاحنا نشكر كل القائمين على هذا المشروع من الصغير للكبير، ونشكر السيد رئيس الجمهوريه على المبادره الكريمه والحياه الكريمه اللي بتمس كل قلوب المصريين.